السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن الجرانيولوميتاس ديزيزيز كوزد باي بكتيريا. وأول مرة معانا هيبقى البكتيريا الكيدني ديزيز. بكتيريا الكيدني ديزيز ده كورونيك سيستيميك ديزيز بيصيب الوايلد والكالتشر ديسيمون اللي هي أسماك السالمون، بيعمل مورتاليتي بتوصل لحد أب تو 80%. نقول إن البكتيريا الكيدني ديزيز كانت له أذر نيم أو سينيموم نيم قبل كده، كان بيسمى بالوايت بويل ديزيز لأنه هو بيعمل كاركترستيك بويل فورميشن، بتبقى بتحتوي على وايت سوبي ماتيريال. برضو كان بيسمى بالسيمون كيدني ديزيز لأنه هو مينلي بيصيب عندي مجموعة أسماك السيمون، والكاركترستيك ليجون بتاعتي أول ما اتعزلت كانت معزولة من الكيدني. بنقول ان البوزيتيف ايجنت بتاعنا اللي هو الريني بكتيريوم سالمونيرام دي جرام بوزيتيف رود ارينجد ان بيرز، في بعض الاحيان بيطلق عليها بالديبلو باسل لاي. بنقول ان هي موتيليتي عندي نيجاتيف، وبنقول ان هو كاتاليز بوزيتيف اوكسيديز نيجاتيف. بيحتاج المايكرو اورجانيزم دوت علشان ينمو الى سيستاين، علشان كده الميديا بتاعتي اللي انا هستخدمها في الايزوليشن في اللابوراتوري ايدنتيفيكيشن او اللابوراتوري isolation لازم يكون فيها عندي سيستين. فعندي الكيدني ديزيز ميديا 1 او كيدني ديزيز ميديا 2، في عندي الدورزت ميديا والسيستين او الميلر هينتون سيستين اجار، انا ممكن استخدمهم في الايزوليشن. بنقول ان انا عندي البليتس ديت بعمل لها انكيوبيشن عند درجة حرارة من 15 ل 18 درجة سيليزية لمدة من 2 ل 19 ويك. الكوليني عندي بتبقى كريمي وايت ريزد مويست، عندي كولينيز بتظهر عندي في خلال اللي هو زي ما احنا بنقول من 2 ل 19 ويك. نقول ان المايكرو اورجانيزم علشان هو سلولي في الجروس وممكن يحصل فيه سكندري بكتيريال انفكشن، فمهم جدا ان انا استخدم اي انتي بكتيريال دراج زي البوليميكزين بي سلفيت او اوكزالينيك اسيد او السايكلوكسامايد او السايكلوسيين، ممكن ان انا احطهم عندي على الكيدني ديزيز ميديا 1 علشان اسمح بالجروس بتاع السيلكتيف بكتيريا بتاعتي اللي يريني بكتيريام سالمونيرام، واعمل انهيبيشن لأي secondary bacterial infection. السستابل هوست عندنا قلنا مجموعة السيمون، فهو يعتبر اوبلوجيت باثوجين، يعني هو سبيسيفيك عندي للسيمون. الروت اوف انفكشن بيتنقل بالهوريزونتال ترانسميشن اللي هي يا اما الانجيشن اوف كونتامينيتد فود اور ووتر او الدايركت كونتاكت ما بين الهيلثي والديزيز ديفيش من خلال الابريدد سكين اور جيلز، او في عندي التاني مود اوف ترانسميشن اللي هو الفيرتيكال ترانسميشن، يعني بتتنقل عندي من البرودوستوك للايج وبالتالي طبعا للأوفسبرينج. نقول ان الديزيز دوت مور بريفيلنت امونج الفريشز اللي بتبقى موجوده في السوفت ووتر عن اللي موجوده في الهارد ووتر اللي بيبقى نسبه الكالسيوم فيها بتبقى عاليه. الكرونيك والليتنت فيش كارير بيعتبروا دولت سورس للانفكشن، كمان الايج برضو بتعتبر سورس في انفكشن، عشان كده مهم جدا ان انا لو جايبه ايج وهدخلها عندي الهاتشري او هدخلها عندي المزرعه ان انا اعمل لها كومبليت ديس انفكشن. الانسيدنس اوف ديزيز زي ما احنا قلنا ان المايكرو اورجانيزم دوت هو بيحب درجات حرارة عندي من 15 ل 18، يعني ممكن توصل في بعض الاحيان لاب تو 25 درجة سيليزية. فبنقول ان الانسيدنس اوف ديزيز بيبقى من الليت وينتر والسبرينج والايرلي سمر. لو جينا نشوف الباثوجينيسيس بتاعه المايكرو اورجانيزم، فلازم نذكر اول حاجه الفيريولانس فاكتور بتاعته، بتتمثل بان بيكون في عندي كابسولار اوسر لاير اللي هتساعد في الاتاتشمنت بتاع المايكرو اورجانيزم للهوست تيشو. تاني حاجه في عندي انزيمز زي البروتيوليتيك انزيم كاتاليز، في عندي ليموليتيك دي ان ايز، في الايرن ريدكتيز انزيم. كل انزيم من ده بيكون له مود اوف اكشن بيبتدي يشتغل فيهم بيهم على الهوست تيشو. تاني حاجة في عندي اكسترا سيلولار برودكت بيشمل الانتيجين اف، ده هيت ستيبل وبنقول ده بيعتبر البريد دومينانت سيل سيرفيس انتيجين في الريني بكتيريام سالمونيرا، وبيلعب دور كبير جدا في الفيريولانس بتاعته والباثوجينيسيس. نقول ان الريني بكتيريام سالمونيرا هي انفيزيف اورجانيزم قادر على ان هو يعمل ديسيمينيتنج انفكشن، لان هو بيبتدي يخش لداخل عندي الفاجوس سايتس او الماكروفاج ويبتدي يحصل فيه عندي مالتيبليكيشن له، وبالتالي ديسيمينيشن في كل الانترنال اورجان ويعمل لي جرانيوما
فورميشن. فلما هنيجي نشوف الكلينيكال ساينس هنقول ان بعض الاسمنت بتبقى شو والداركنس في السكان، في اسمنت بيبقى في عليها هيموروج وكونجيشن على الاكسترنال بودي سيرفيس، وبيكون في عندي اكزوفثالميا ابدومينال ديستنشن، بنكون في عندي برضو سمول انتراديرمال فيزيكلز. الفيزيكلز ديت لو عندي حصل لها اوبننج بتبقى اكسبوز للاندرلاينج ماسكوليتشر، فبتظهر السمكه كما لو كانت باكشوت ابيرن. عشان كده لما اجي اقول لحضرتك الباكشوت ابيرنس ده من ضمن الكاركترستيك كلينيكال ساينس لاني مرض يبقى للبكتيريال كيدني ديزيز. برضو من ضمن الحاجات عندي اللي هي الكاركترستيك ان هو بيعمل بويل فورميشن، بتبقى فيلد ويز كريمي فلويد خاصه عندي في الفينجر لينك. ومهم جدا برضو ان احنا نقدر نعمل ديفرنشيشن ما بين الامراض اللي هي بتعمل بويل فورميشن زي ما خدنا قبل. طيب بالنسبة للبي ام ليجون بنقول ان انا عندي الريني بكتيريوم سالمونيرا بتعمل لي عندي 2 فورم، وممكن الاقي في الممبرينيوس فورم اللي هو بيبقى فورميشن اوف اوبيك سودو ممبرين موجود في الانترنال اورجان. اما النكروتيك فور ده بيبقى كاركترايزد بفورميشن اوف جريش وايت نيديولز بتبقى موجوده عندي في الانترنال اورجان، ممكن الاقي فيه اسيتيك فلويد موجود في الابدومينال كافيتي، الانتستين بنلاقيها فيلد ويز يلوش اوكسيديت كونجستد ويز بلاد. طيب الدياجنوزز بنقول ان الدياجنوزز بنقسمه الى حاجه اسمها فيلد دياجنوزز، هيبقى بيزد على الكيس هيستوري والكلينيكال ساينس والبي ام ليجون. اما اللابوراتوري دياجنوزز فبيعتمد على ان انا بعمل ايزوليشن وايدنتيفيكيشن، بعمل سيرولوجيكال ايدنتيفيكيشن واعمل مولكولار دياجنوزز باستخدام البي سي ار كل دوت علشان اعمل كونفيرميشن في النهايه للديزيز اللي هو موجود عندي. لو جينا نبص على البريفنشن والكنترول، اولا بالنسبه للكنترول بتاع البكتيريا الكيدني ديزيز بنقول ان هي نوتيفايبل ديزيز، علشان كده ما فيش اي ثيرابيوتيك تريتمنت او اللي هو العلاج عندي بيعتبر اوف نو فاليو. مفترض ان انا بعمل تيست اند سلوتر مع كومبليت ديس انفكشن للفيش ريرنج فاسيليتي اللي انا بربي فيها، يعني لو بربي في احواض او بربي في ريسويز او بربي في تانك لازم اعمل كومبليت ديس انفكشن كويس جدا مع تيست اند سلوتر. طب ليه التريتمنت عندي يعتبر اوف نو فاليو او ما لهوش اي اهميه اقتصاديه؟ لان انا احنا بنقول ان انا عندي المايكرو اورجانيزم دوت بيعمل جرانيولوما فورميشن، وبيبقى هو موجود في السنتر بتاعه الجرانيولوما دوت ومتحوط بسيك كونكتيف تيشو كبسول. السيك كونكتيف تيشو كبسول دي البلاد سبلاي فيها بيبقى قليل، فما فيش وسيله نقل هتنقل الانتي بكتيريال دراج اللي انا بديه الى داخل الجرانيولوما علشان تبتدي تاثر على المايكرو اورجانيزم. عشان كده بنقول ان التريتمنت بيعتبر اوف نو فاليو. لكن ان سام كيسز في بعض الحالات خاصه في الفاليبل برودستوك انا ممكن استخدم اي انتي بايوتكس زي الاريثروميسين او استخدم عندي الاوكسيتتراسايكلين في التريتمنت بتاعنا. طيب البريفنشن البريفنتيف ميجر اللي المفترض ان انا اعملها ان انا اعمل كارانتين لاي نيولي انتروديوس فيش، اعمل ديس انفكشن كويس جدا للإج اللي داخل عندي الهاتشري او داخل المزرعه، اتجنب استخدامي للاسماك المصابه اللي هي الانفكتد او الديد فيش كسورس للفيش ميل او كسورس للبروتين، اعمل مينتيننس للاوبتيمم انفايرومنتال كونديشن والووتر كواليتي. لو في عندي فاكسين او في عندي فاكسين زي عندي اللي هو فورمالين كيلد او ان اكتيفيتد يبقى في الحاله ديت ممكن ان انا استخدمه في الاميونايزيشن بتاعت الفيش. في عندي حاجه اسمها سودو كيدني ديزيز، بس السودو كيدني ديزيز لازم ابقى عارفه ان هو بيفرق عن البكتيريا الكيدني ديزيز في بعض اللي هي نقط الديفرنشيشن. اولا ان هنا المايكرو اورجانيزم عندي اسمه اللاكتوباسيلس بيسيكولا ودي جرام بوزيتيف سمولر رودز، اما هناك كانت جرام بوزيتيف ديبلو باسيلاي. تاني حاجه ان انا عندي اللاكتوباسيلس بيسيكولا اللي هي بتعمل لي سودو كيدني ديزيز دي بتيجي في الورم ووتر فيشز، يعني اسماك الميه الدافيه ممكن انميها على اي ميديا عاديه زي التريبتكسيو اجار او برين هارت انفيوجن اجار عند درجه حراره 30 درجه سيليزيه، وبيظهر عندي الكولوني بتاعتي في وزن من 2 ل 3 دايز. تاني حاجه ان المايكرو اورجانيزم دوت من ضمن الكاركترستيك بايوكيميكال بتاعته ان هو بيبقى كاتاليز نيجاتيف اوكسيديز بوزيتيف، طبعا مختلف عن الريني بكتيريام سالمونيرا. تاني حاجة عندنا اللي هو الفيش مايكروبكتيريوزيس، ده بنقول ان هو كورونيك اكيوت اور سيستميك جرانيولوميتاس ديزيز، بيجي الاسماك المية العذبة واسماك المية المالحة وكمان يجي للاكواريوم فيشز.
الانسيدنس بتاعه في الاكواريوم فيش بتبقى اعلى من الكالتشرد فيش، لان انا عندي الاكواريوم فيش فتره الريرنج بيريود بتاعتها بتبقى اطول من الكالتشرد فيش. لما نيجي نشوف الكوزاتيف ايجنت، في عندي كذا سبيشيز من المايكوبكتيريوم بيعملوا لي الفيش مايكوبكتيريوزيس. في عندي المايكوبكتيريوم سالمونيفيلم والمارينم والفروتيتم والباسيكم والانابنتي، وفي عندي فيشز في سبيشيز كتير من المايكوبكتيريوم، لكن الموست امبورتنت تو سبيشيز اللي هي المارينم والفروتيتم. المارينم ديت اللي هي افكت المارين ووتر فيش، اما الفروتيتم اللي بتيجي في اسماك العزبة. لما نيجي نعمل ايزوليشن للمايكرو اورجانيزم بنقول ان انا ممكن اعزله على ميديا زي الدورزيت ايج ميديا او اللوفنشتاين ميديا او الجليسرول ميديا، او في عندي المايكوباكتين ميديا دي بتستخدم تو انهانس الجروث بتاع السلولي جروينج مايكوباكتيريا. المايكوباكتيريا اللي هي بتقعد فتره طويله علشان تنمو، ممكن ان انا استخدم مادية المايكوباكتين ديت بتزود او بتحسن من الجروث. بنقول بعمل انكوبيشن عند درجه حراره من 18 ل 22 درجة سيليزية لمدة 3-4 ويك. بتبقى الكوليني بتاعتي بالكريمي تو يولو اورنج كوليني على حسب السبيشيز. يعني عندي مثلا المايكوباكتيريا مارينا بنقول ان الكوليني بتاعتها بتبقى اورنج راف كولينيز وبتنمو في خلال 30 دايز. الفروتيتم بتديني كريمي سموث كوليني وبتبقى اسرع في الجروس على الطبق، بتبقى ويزن 7 دايز. طبعا هي جرام بوزيتيف اسيد فاست باسل لاي، فبصبغها بسبغة الزين نيلسون ستيل، ولو جينا عملنا الموتيليتي تيست هلاقيها نيجاتيف موتايل. لو جينا نشوف الابزيتيولوجي بتاع المرض بنقول ان عندي المايكوباكتيريا هي ابيكويتس، يعني بتبقى موجودة عندي في المية وفي السيدمنت وفي السويل. ممكن تتنتها ريمينا فايابل في الانفيرومنت لسنين، يعني ممكن تتنتها سنتين او اكتر في السويل في الووتر. ايفن حتى الكاركاس بتاعت الانفكتد فيش او الديد فيش ممكن تتنتها فيها لحد اب تو 1 يير. عشان كده نخلي بالنا ان الاسماك المصابه ما نروحش استخدمها كسورس للبروتين عندنا او كسورس للفيش ميل. بنقول ان بتتنقل فيرتيكالي برضو من البرود ستوك عندي عند للايج، يعني الاوفيس برينج اللي عندي هتطلع هتبقى مصابه. برضو هوريزونتال عن طريق الانجيشن او عن طريق الانجرد سكن. كسورس اوف انفكشن بنقول ان السنيلز والبرون والفروج والترتل والووتر في ليه برضو ممكن يعتبروا كارير للمايكرو اورجانيزم وينقلوا لي عندي المرض. نقول فترة الانكوبيشن بيريود بتبتدي من 1-4 ويك او اكتر. تمام. طيب لو جينا نشوف الباثوجينيسيس بنقول ان المايكوباكتيريا مارينا كان اكتيفلي ستيمولييت الاكتين بولومرايزيشن اللي داخل الفاجوسوم بتاعه الماكروفاج، وبالتالي هتبقى فيل ان هي تعمل بايندنج لللايزوزايم اللي هتموت هتعمل ديستراكشن للمايكوباكتيريال سيل. فبالتالي المايكرو اورجانيزم هيبتدي يعمل فورس لنفسه لداخل عندي الخليه داخل السيتوبلازم بتاع الانفكتد ماكروفاج ويبتدي يعمل سبريدنج فروم سيل تو سيل. يبقى ده بالنسبه للباثوجينيسيس. يبقى لما نيجي نشوف الباثوجينيسيس بتاع المايكوباكتيريوم لقينا ان انا عندي المايكوباكتيريوم مارينا بتعمل اكتيفيشن او ستيميوليشن للاكتين بولومرايزيشن اللي داخل الفاجوسوم بتاعه الماكروفاج عن طريق حاجه اسمها الكومبليكيتد سيلولار ميكانيزم، وبالتالي بيحصل فيه فيل تو بايند تو اللايزوزايم اللي هيعمل ديستروي للمايكوباكتيريال سيل، فهتبتدي تخش لداخل السيتوبلازم ويبتدي يحصل مالتيبليكيشن، وبالتالي طبعا سبريدنج للانفكشن من خليه الى. لو جينا نشوف الكلينيكال ساينس هلاقي في عندي ايماسيشن، هلاقي في ابنورمال سويمنج بيهيفير جيركي سويمنج والجلايندنج موفمنت. جلايندنج موفمنت اللي هو الزحف ان السمكه بتزحف على الباك او على الابدومن بتاعها، يبقى في الحاله دي في افكشن في السويم بلادر. طبعا في لوس اوف ابيتايت، ممكن يكون في عندي حالات فيها سانكن ابدومن، حالات تانية في بعض الكيسز الاقي ابدومينال ديستنشن، هلاقي في لوس اوف سكيلز، في عندي ديرمال ألسر، هلاقي في بعض احيانا عندي هيموريج وكونجيشن، هلاقي فين وتير روت، هلاقي في سكيليتال ديفورميتي، وفي عندي فادنج بيجمنتيشن. ومهم برضو ان احنا نجمع الامراض اللي هي بتعمل سكيليتال ديفورميتي ونعرف ازاي نعمل ديفرنشيشن بينهم وبين بعض، لان دول من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس. طيب لو جينا نشوف البي ام لي
ليجون، هلاقي الجل عندي بتبقى بيل تمام، وفي سيكند اريا اون سام فيلامنت، هلاقي في جريش وايت نيديولز في كل الانترنال اورجان، في الليفر، في السبلين، في الكيدني، في الهارت، في الميزنتري تمام، مع سوفتنينج وانلارجمنت في الانترنال اورجان. ان سيفير كيسز، في الحالات اللي هي السيفير، الفيسرال اورجان بلاقيها سولن وبتبقى فيوز بوايتش ممبرين حوالين الميزنتري مع وجود اسيتيك فلويد موجود في الابدومين كافيتي. الدياجنوزيس زي ما قلنا هيعتمد على فيلد دياجنوزيس، الكيس هيستوري والكلينيكال ساينس والبي ام ليجون. برضو ممكن ان انا في اللابوراتوري دياجنوزيس ممكن اعمل ويت ماونت تحت الميكروسكوب للانفكتد تيشو، فبلاقي الجرانيولوما بيبقى شكلها دارك نكروتيك سنتر، دارك نكروتيك سنتر. طيب هكمل انا واعمل كونفيرماتوري دياجنوزيس عن طريق الايزوليشن والستيننج اوف المايكرو اورجانيزم، بس هنا التيشو بتاعي او الانفكتد تيشو علشان اطلع المايكرو اورجانيزم اللي بيبقى متحوط بالكونكتيف تيشو كبسول او بالجرانيولوما ده، فباخد التيشو بعمل له جرايندنج يوزنج بروس مع فينور ريب، وبعد كده بحط ايكوال فوليوم من 2% صوديوم هيدروكسيد لمده 10 دقائق، وبعد كده بعمل سنتروفيوجيشن بكولينج سنتروفيوج لمدة تلت ساعة. هرمي السوبر ناتنت وهاخد السيدمنت، السيدمنت ديت هي البكتيريا اللي هبتدي اعمل لها انيكوليشن في الكالتشر ميديا واكمل شغل الايدنتيفيكيشن بتاعي. هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن ده برضو من ضمن الدياجنوستيك تولز اللي انا بستخدمها في الدياجنوزيس بتاع الفيش ديزيزز، فبنقول ان المايكوبكتيريوزيس بتتميز بان هي بتعمل لي جرانيولوما فورميشن، دي بيبقى عباره عن كيزيس نكروزيس مع الخلايا بتاعت المايكوبكتيريوم، وبيبقى في اجريجيشن من الابيسوليويد والماكروفاجز، وبعد كده اخر لاير اللي هي السكونكتيف تيشو كبسول بتاعتي. بنقول ان البريزنس اوف الجاينت سيل از نوت بيكال، يعني ما هواش متعارف عليه او مش باش موجود في الجرانيولوما بتاعه اللي هي المايكوبكتيريا. ممكن في بعض الكورونيك انفيكشن ممكن يحصل فيه كالسيفيكيشن للكيزياس نكروتيك سنتر اللي بيبقى موجود. البريفنشن زي ما قلنا ان انا هعمل كارانتين وريستريكت للموفمنت، جود مانجمنت ان انا هتجنب استخدام التراش فيش وما فيش عندي افيلابل فاكسين اجينست الفيش مايكوبكتيريا. ككنترول اتفقنا ان انا هعمل تيست اند سلوتر، هعمل ديس انفكشن كويس جدا للفيش ريرنج فاسيلتيز بتاعتي والاكويبمنت اللي انا بستخدمها. الديت فيش بعمل لها هيجينيكال ديسبوزابل يا اما بالبيرنينج يا اما بالبيريال، وقلنا الكيمو سيرابي بيعتبر اوف ليميتد فاليو ممكن ألجأ له في حالة الفاليابل بروستوك. بنقول ان بالنسبة للبابليك هيلث طبعا النقطة دي تهم جدا طلاب برنامج جودة ومراقبة الأغذية، لان الفيش مايكوبكتيريوزيس بتتنقل للهيومن عن طريق الكومتاه، بتعمل لي حاجة اسمها سويمنج بول جرانيولوما، وديت بتبقى كومن جدا في البابليك سويمنج بول، بتبقى في عندي بابيولز او نيديولز بلاقيها موجودة على الالبو على النيو الفيت جوين تمام كده. بالنسبة للناس اللي هم بيتعاملوا مع الاسماك الزينة بتبقى دايما البابيولز ديت على الهاند والفينجرز، علشان كده بيسموها بالفينجرز سندروم او بالفيش فانشرز فينجر، عشان كده بنقول ان الفيش مايكوبكتيريوزيس بيعتبر واحد من ضمن الاوكيوبيشنال ديزيزز. نقول في حالات برضو اتعزل في بيشنت كان بيعاني من بالمونري ديزيزز وتعزل منه مايكوبكتيريوم فلوتيتم، في بيشنت برضو كانوا سافرد من هارت ديزيز، وفي حالات استومايلايتس وحالات ارثرايتس وحالات تونوساينوفايتس وتعزل برضو منها مايكوبكتيريوم شوليني. قلنا الناس اللي هي بتبقى اميونو كومبرومايزد يعني مناعتها ضعيفه، في بعض الحالات ممكن يحصل لها بروجريس توصل لمرحله ان هي تبقى فيتال. طبعا لو المايكوبكتيريوم اتاخدت اورالي، يعني لو اكلت سمك كان انفكت بمايكوبكتيريوم وانا معرف، مش هيحصل فيه اي مشاكل ولا اي ساينس هتظهر عندي، لان الاسيتك بي اتش بتاعت الاستومك هتموت المايكرو اورجانيزم. تالت عندي حاجه اللي هو النيو كارديوزيس، ده سيستميك كرونيك جرانيولوميتاس ديزيز اوف الوايلد اند كالتشر فريش ووتر ومارين ووتر فيش وكمان مجموعه الشيل فيش. بنقول في عندي اربع سبيشيز من النيو كارديا، في النيو كارديا استرويدس وديت بتيجي بتصيب الهيومن والدوج والكات والكاتل والجوت والمارين مامل والفيش برضو انكلودد ليهم،
عشان كده نخلي بالنا ان انا عندي لو بستخدم فيرتلايزرز كاتل مانيور او حاجه ممكن دي تعتبر بالنسبه لي سورس للانفكشن. تمام. النيوكارديا سيريولي كان الاسم القديم بتاعها نيوكارديا كامباشيا، دي بتيجي بتصيب اليولو تيل والسي باس وي عند الليستريبد مالين. اما نيوكارديا سالمونوسايدا فدي بتيجي في اسماك عندي اللي هي السيمون. اخيرا النيوكارديا كراسوستري دي بتيجي بتصيب عندي الباسيفيك اويستر. تمام. النيوكارديا بنقول ان هي جرام بوزيتيف بكتيريا فيلامنتس او هايفر سيل او هايفر لايك. ماشي. بنقول ان هي نان موتايل ونان سبور فورمينج، ممكن اعزلها على الايجونا اجار او الاجاوا اجار، بتديني سمول هيبد رينكل دومويست تو تشيكو كولينيز، بتبقى الجروس بتاعها بيبقى وزن من 3 ل 7 دايز. على النيوترونت اجار النيوكارديا بتديني جرانولار اور باودر يلو اور تان كولينيز ويز اريال مايسيليوم اراوند ذا ايدج. طبعا النيوكارديا احنا قلنا ان هي بتيجي بتصيب الهيومن، علشان كده درجة الحرارة ممكن تنمو عند درجات حرارة 37، وفي بعض الاحيان لو درجة الحرارة وصلت ل 50 ممكن ان هي ستيل سيرفايف لاكتر من 4 ساعات. لكن النيوكارديا سيريولي ما تقدرش تعيش لدرجات حرارة 35، فبتحتاج لدرجات حرارة منخفضة. لما نيجي نشوف البريدسبوزنج فاكتور بنقول ان النيوكارديا هي اساسا ايبيكويتاس، يعني هي ممكن الاقيها في السويل، ممكن الاقيها في الاورجانيك ماتيريال فريش ووتر والسولت ووتر، لكن اندر الاستريس فاكتورز زي الاوفر كراودنس والهاي ووتر تمبريتشر والان اديكويت مال نيوتريشن ممكن تحصل عندي النيوكارديوزيس. نقول ان ستيل لحد دلوقتي الروت اوف انفيكشن انكلير، محدش عارف هي بتتنقل بالانجيشن ولا هل هي بتتنقل بدايركت كونتاكت، وهل في فيرتيكال ترانسميشن فيها ولا لا، still unremain. لكن في بعض الكتب وبعض الابحاث بتقول probably ان ممكن تكون بتتنقل من خلال الجلد and the injured skin. لو جينا نشوف الكلينيكال ساينس اللي هتظهر على الاسماك، الاقي في abnormal swimming behavior severe emaciation، في عندي برضو skin discoloration، في بعض الحالات الاقي في abdominal distension، في dermal ulcer، الاقي في wart like projection او vesicles بتبقى تحت عندي السكن، ممكن تبقى opened يحصل لها opening وتسيب عندي ulcer formation. لو لقينا الليجون هنلاقي فيه acidic fluid في الابدومينال كافيتي، الجلز هيبقى فيه small yellow white nodules موجودة عندي في الجلز، الحالة دي برضو هتظهر عندي على السمكة اراضي الهايبوكسيا. هلاقي فيه عندي الانترنال organ بتاعتي بيلنس مع وجود اللي هي النيديولز دي، وممكن برضو في بعض الكيسز الاقي اليلو شوايت نيديولز دي موجودة عندي على الفنز او موجودة external. طبعا فيه برضو focal necrotic lesion في skeletal muscles و skin ulcer. الدياجنوزس بنقول ان الدياجنوزس عندي هيعتمد على الكلينيكال ساينس والبي ام ليجن اللي احنا بنسميه الفيلد دياجنوزس. اما اللابوراتوري دياجنوزس هيعتمد على الايزوليشن والايدنتيفيكيشن اوف المايكرو اورجانيزم. تاني حاجه ان انا اعمل هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن. لو احنا جينا نشوف الكلينيكال ساينس هنلاقي برضو ان اعراض النيوكارديا شبيهه بالمايكوبكتيريوم، فبنقول ان هما مس دياجنوزد مع بعضيهم، فبعمل ديفرنشيشن من خلال الايزوليشن اند ايدنتيفيكيشن. ان انا هنا عندي الميكوبكتيريوم هي جرام بوزيتيف اسيد فاس باسل لاي، اما ديت جرام بوزيتيف مايسيليوم لايك برانشيد او هايفر لايك. تاني حاجه ان انا لما باجي بشوف الهيستوباثولوجي الجرانيولوما طبعا بتاعه الميكوبكتيريوم قلنا الجاينت سيل فيها نوت تيبيكال، اما هنا بلاقي في مالتي نيوكليتد جاينت سيل سراوندد بالفايبروس كبسول بتاعنا. تالت حاجة بنقول ان انا ممكن افرق ما بين النيوكارديا والميكوبكتيريا ان خلال اللي هي كمية الكرود مايكوليك اسيد اللي انا بعمل لها بريسيبتيشن. فلو جبنا البيور كالتشر بتاعنا واضفنا بنزين مع ايثانول بنسبة 1:1، بعد كده عملنا سابنوفيكيشن باستخدام 2.5% بوتاسيوم هيدروكسايد مدة 24 اور، هينتج عنه تكوين للكرود مايكوليك اسيد. هبتدي ارصب الكرود مايكوليك اسيد ده باستخدام ايثانول. الوايت بريسيبتيت اللي اتكون لو كان كوبياس اماونت والميليتنج بوينت بتاعته من 45 ل 70 يبقى ده مايكوباكتيريوم. اما لو الوايت بريسيبتيت كان نيجليبابل اماونت يعني كميه صغيره which doesn't melt below ال 150 درجه سيلزيا يبقى ده عندي نيوكارديا. يبقى في ثلاث حاجات ممكن اننا افرق ما بينهم. اخيرا
فعلا اللي هو الكنترول اند تريتمنت، زي ما بنقول ان انا عندي مفيش تريتمنت، مفترض ان انا بعمل تيست اند سلوتر ويز كومبليت ديس انفكشن. اهم حاجه عندي البريفنتيف ميجر، لان زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج، فامنع الانترانس بتاع المايكرو اورجانيزم عن طريق الكارانتين الكومبليت ديس انفكشن لاي ايج تكون داخله عندي المزرعه، ان انا اعمل ادي جود ويل نيوتريشن للسمك، الووتر كواليتي بارامترز بتاعتي اظبطها، لو في عندي افيلابل فاكسين ممكن انا استخدمه. دي طبعا الريفرنس اللي تم الاستعانه بيها في المحاضره.